أهلا بكم يا جماعة في شرح جديد على القناة. في الشرح ده هنستعرض مع بعض الإضافات والمميزات الجديدة في الإصدار الخامس من مارفل 2. معلش الشرح جه متأخر شوية، بس هنستعرض فيه بقى كل حاجة إن شاء الله. مبدئيا اللي عنده الإصدار الرابع من الأداة، طبعا زي ما كله عارف بتيجي فوق عند تشيك أبديت وتضغط تشيك نيو فيرجن، هيقول لك إن في أبديت جديد ودي الإضافات اللي تمت إضافتها فيها. هتضغط نيكست ويبدأ في تحميل الابديت وتبدأ معاه في عمليات التثبيت، او ممكن تدخل الموقع الرسمي بتاع الاداة marveltool.com، وهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن تحت الفيديو على اليوتيوب. هندخل الموقع الرسمي ونيجي عند خانة داونلود، هنضغط داونلود مارفل تول. تمام، هتلاقي عندك رابطين، رابط للميديا فاير ورابط لجوجل درايف. شوف انت عايز تحمل منها، مثلا هختار ميديا فاير. تمام، طبعا انا محمل الابديت قبل كده، محمله اهو. تمام، طبعا زي ما انتم عارفين في الاصدارات اللي فاتت كلها ان الباسورد الارشيف مارفل تيم، اول حرف كابيتال في مارفل واول حرف كابيتال في تيم. تمام، نضغط عليها نكتب الباسورد زي ما انتم شايفين اهو مارفل تيم، ونستنى لحد ما الارشيف يعمل اكستراكت. زي ما انتم شايفين كده. هيطلب صلاحيات ادمن، نضغط يس. تمام، هنيجي هنا بقى ده السيت اب كده زي ما انتم شايفين. هنضغط هنا اي اكسبت، نضغط نيكست. نيكست هيقول لنا ان الفولدر ده موجود بالفعل، انت عايز تعدل عليه برضو، هنقول له يس. نضغط كريت ديسك توب شورت كات، يعمل شورت كات على الديسك توب. نضغط انستول، هيقول لنا ان الاداه مفتوحه زي ما انتم شايفين اللي هي مارفل تول اهي. هنقول له اوتوماتيكلي كلوز، يعني انت اقفلها اوتوماتيك زي ما انتم شايفين قفلها اهي. هو يبدا في عمليه التثبيت واستخراج الملفات بتاعه الاداه. طبعا ناس كتير بقى استغربت موضوع اللوجن والكلام ده كله، هنستعرضه مع بعض كله بكل سهوله يا جماعه. والاداه برضو مجانيه فري لحد هذه اللحظه. هوقف الفيديو لحد ما تخلص تثبيت او اكستراكت، ورجعت لكم بعد ما الاداة قربت تخلص تثبيت زي ما انتم شايفين. نقفل الارشيف. تمام، طبعا احنا الكلام ده كله شرحناه في الاصدار اللي فات، اصدار 4، في الفيديو الشرح بتاعه، بس هنعيده تاني عشان الناس اللي ما تابعتش. اول حاجه عندك هنا لو انت نسختك 32 بت او 64 هتشوف نسختك ايه. تمام، طبعا هنا عندك تعريفين، تعريف اللي هو اليو اس بي دي كي، تمام، اللي هي يو اس بي ديفلوبمنت كيت. تمام، التعريفات دي مهمة يا جماعة للبوكسات والأدوات الجديدة كلها دلوقتي شغالة على التعريف ده. هتلاقي مشاكل أوقات بتقابلك بيبقى حلها يا جماعة في التعريف ده. لو أنت نسختك 32 هتسيب العلامة على X86، لو أنت نسختك 64 هتسيب العلامة على X64. طبعا أنا نسختي 64 وكنت سبت وكنت مسطب بالتعريف ده قبل كده اللي هو X64. تمام، هشيل العلامة لأن أنا مسطب التعريفات دي قبل كده. طبعا مش عايز اقرا ملف الريدمي، ومش عايز افتح المارفل مانجر. لو انت عايز تفتح المارفل مانجر خلي العلامه هنا، انا مش عايز افتح، انا عايز افتح مارفل تول بس. حدد عليها ونضغط فينيش، نضغط يس. نستنى لحد ما الأداة تفتح.
زي ما انتوا شايفين دي الاداة فتحت اهي تمام. واتأكدوا يا جماعة، اتأكدوا دايما ان الايقونة دي باللون اللبني ده او اللون الاخضر ده، طول ما هي كده معنى كده ان انت النت عندك تمام والاداة متصلة بالسيرفر تمام. طيب دلوقتي في ناس كتير بيختلط على موضوع الريجستر واللوجن والكلام ده، عندك هنا الهاردوير اي دي وعندك هنا اليوزر نيم والباسورد تمام. طب انت ما عندكش يوزر نيم ولا باسورد، لسه ما عندكش حساب على الاداة، هتعمل ايه؟ هتيجي عند ساين اب تسجيل تمام. بكل بساطة يعني التسجيل مش هياخد منك دقيقتين على بعض، هتكتب عندك اليوزر نيم بتاعك، انا مثلا هكتبه محمد، هل زي ما انت شايفين ده اليوزر نيم. هتيجي تكتب الباسورد بتاعك يا معلم تمام، وتكتب هنا الايميل بتاعك تمام، وتكتب هنا رقم موبايلك تمام، وتضغط ساين اب. هيقول لك ان الريجستريشن سكسسفول تمام، وحول لك على صفحه اللوجن على طول وكتب لك اليوزر نيم بتاعك. يعني انت كده التسجيل تم معاك بنجاح وكتب لك اليوزر نيم بتاعك، كل اللي عليك انك لما تيجي تسجل بعد كده هتضغط هتكتب الباسورد قصدي بتاعك تمام، او كتبت انك كتبت الباسورد يا جماعه وضغطت لوجن. بكل بساطة الأداة فتحت معاك زي الفل، مفيش أي مشكلة لحد دلوقتي. بيعمل لك تشيك أبديت، بيقول لك إن أنت على آخر أبديت يا معلم. تضغط له أوكي تمام؟ نيجي بقى نستعرض الجديد في الإصدار رقم 5 زي ما أنتم شايفين. نخفي دي كده الأول. نيجي عند أول حاجة إحنا ضفنا شوية موديلات جديدة تمام؟ في الهواوي وفي الشاومي في الكوالكوم تمام؟ وهنيجي عند خانة سامسونج، الخانة الجديدة في الأداة يا جماعة. دلوقتي خانة سامسونج طبعا فيها عمليات التفليش كاملة زي الأودن بالظبط، هتغنيك عن الأودن، وطبعا ده قسم مهم جدا تمت إضافته في الأداة ومفيد إلى حد ما، وإن لم يكن مفيد جدا يعني في الأداة، والأداة بقت دعمة معاك يعني عمليات كتير ولكنها بوكس كامل معاك. تفليش سامسونج، تفليش كوالكوم، تفليش ام تي كي، تفليش في وضع الفاست بوت، تفليش في وضع الاي دي بي سايد لود، يعني انت جميع انواع التفليش شغاله معاك على الاداه بفضل الله تمام. عندك طبعا تفليش ملف بي ال من فلاشه 4 ملفات تمام، تفليش ملف بي ال، تيجي هنا وتختار فلاشتك حلو تمام. وعندك تفليش ملف الاي بي او الكود، انا كاتب لك كاتبين برضو كاتبين لكم الملفات بجميع اسمائها ايه عشان محدش يتلخبط في اي حاجه. بي ال هو البوت تمام، والاي بي هو الكود برضو للفلاشات القديمه بيبقى مكتوب فيها الكود، بيبقى مكتوب بدل اي بي مكتوب كود تمام عشان الناس ما تتلخبطش معاها. عندك السي بي هو المودم، برضو الفلاشات القديمه بتبقى مكتوب فيها مودم، الفلاشات الحديثه بيبقى مكتوب فيها السي بي. عندك ملف السي بي السي اس سي اللي هو ملف السي اس سي طبعا معروف في الفلاشات ال4 ملفات، وطبعا بيبقى مسؤول برضه عن ايه عمل فورمات للاجهزه بدل ما تفلش فلاشه كامله، فلش بس ملف سي اس سي الجهاز هيفرمط معاك تمام. وعندك برضه ملف اليوزر داتا بس احنا اختصرناها في يوزر تمام. وعندك طبعا ملف البيت تمام، بتختار ملف البيت بتاعك تمام. بعد ما تختار الملف بتحدد على ريبارتيشن، بس طبعا خلي بالك من موضوع ملف البيت لانه بيفرمط الذاكره كلها من اول وجديد وبيعمل لها اعاده تقسيم تمام. وعندك طبعا اوبشن الناند اريس اول، ده اللي برده موجود في الاودن تمام. وطبعا زي ما قلنا الريبارتيشن بتحدد عليها لما تكون مختار ملف البيت تمام، وتخلي بالك من ملف البيت كويس تمام عشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشاكل في الجهاز بتاعك تمام. وطبعا انت لو اخترت فلاشه هنا مثلا وعايز تشيل الفلاشه، عايز تشيل المسار ده وما تحددهاش، ممكن تشيل علامه من على علامه الصح هنا او تضغط هنا هيمسح لك الفلاشه اللي انت اخترتها تمام. طبعا 300 كي داونلود تضغط عليها يفتح لك اداه ال 300 كي زي ما كلنا عارفينها، طبعا اداه مشهوره ومعروفه من زمان جدا في اجهزه السامسونج تمام. طبعا بتوصل الجهاز بتاعك في وضع الام تي بي، هيظهر لك علامه السوكت كده تقريبا وبتضغط عليها بيقوم محول الجهاز لوضع الداونلود. انت عايز تخرج الجهاز من وضع الداونلود بتضغط او الداونلود تمام. طبعا ريسيت اول فيلدز ديت لو انت مختار بقى مثلا ملفات كتير وبدل ما تقعد تضغط واحده واحده كده عليهم وتشيلهم، لا دي بتعمل لك ريسيت لكل حاجه مثلا
لو انا اخترت اقول ريبارتيشن مثلا واخترت ملف البي ال والاي بي والسي بي والسي اس سي، تضغط ريسيت هيرجع لك كل ده ريسيت تاني كانك ما عملتش اي حاجه ولا اخترت اي حاجه. تمام. طبعا بعد ما تختار ملفاتك الحلوه بتضغط توصل جهازك في وضع الداونلود الجميل وتضغط ستارت، الجهاز هيبدا في التفليش معاك. وان شاء الله الايام الجايه هنلاقي شروحات كتير نازله على القناه وفيها عمليات تفليش وعمليات احياء لاجهزه سامسونج كتير. تمام. خانه سامسونج سبيشال، سامسونج سبيشال هنا في فلاشات اوقات معاك انت مثلا بتحتاج اوقات اللي انت تحول فلاشه من صيغه تار ل ام دي 5 او العكس من ام دي 5 لتار، هتعمل ايه؟ هتضغط مثلا انت عايز تحولها من 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 تار ل ام دي 5، بتضغط هنا فلاش، بتختار هنا فلاش التار بتاعتك تمام او ملف التي اي ار بتاعك وتضغط كونفرت، كونفرت تو ام دي 5 هيحوله لك ل ام دي 5. حلو. وهنا العكس تختار ملف الام دي 5 بتاعك هيحوله لك لتار. تمام. طيب دلوقتي الاجهزه القديمه مثلا زي جي 530 او الاجهزه القديمه دي كلها اللي ليها ملفات كومبينيشن لحد دلوقتي او ليها ملفات كومبينيشن متاحه يعني للاجهزه القديمه دي، انت عايز تعمل ملف اي دي بي فايل، انت دايما بتشوف كده ملف تفعيل اي دي بي على السبورتات والكلام ده كله. طب الملفات دي بتتعمل ازاي؟ انت بكل بساطه ممكن تعمل الملف ده بنفسك، كل اللي عليك تجيب الفلاشه كومبينيشن الجميله بتاعتك وتضغط سيلكت اي بي او كود فايل اللي هي الفلاشه الكومبينيشن بتاعتك، تختار الفلاشه بتاعتك تمام وتضغط كرييت اي دي بي فايل. تمام. هيعمل لك ملف اي دي بي انيبل، تمام، ملف تفعيل اي دي بي لجهاز السامسونج القديم. بس ده كل الموضوع وده كل الاصدار الجديد، يعني مفيش احلى من كده. وده كان شرحنا النهارده يا جماعه، ويا رب يكون الشرح عجبكم كده، وانتظروا الاصدارات الجايه ان شاء الله. تمام يا شباب، فده كان كل الموضوع النهارده في شرح مارفل تول فيرجن 5. طبعا في حاجه صغيره كده ايه انا اعرفها على السريع. طيب دلوقتي نفترض ان انت نسيت الباسورد مثلا بتاع الحساب بتاعك، هتعمل ايه؟ انا هقول لك دلوقتي، هتيجي تفتح الاداه. تمام. استناها بس تفتح. زي ما انت شايفين كده كتب لك اليوزر نيم، انت لسه الباسورد مثلا، هتعمل ايه؟ هتيجي عند فور جود باسورد، تمام، تضغط عليها كده مثلا، اختار المتصفح ده مثلا، هيحولك على صفحه الاداه في على الفيسبوك. تمام. هتتواصل معانا بكل بساطه وهنعمل لك ريسيت للباسورد بتاعك وكل حاجه هتبقى تمام معاك وهيشتغل. تمام. هنعمل لك ريسيت للباسورد، تاخد الباسورد بتاعك يا باشا تيجي تكتبه، عاد الأداة تشتغل معاك إن شاء الله. تمام. بس ده كل الموضوع النهاردة، ورمضان كريم على الجميع، وربنا يعوضوا عليكم بالخير إن شاء الله، ونشوفكم في شروحات جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.